موقع شويمس في جبلين راطة والمنجور، تعدان يعني من المواقع وأكبر المتاحف المفتوحة على مستوى العالم، بما يحتويها الواجهات الصخرية من فنون صخرية ورسوم وأشكال آدمية وحيوانية بالحجم الطبيعي. هناك وفود من الزوار يأتون من الرياض والقصيم والعلا عن طريق برنامج سياحي، والحمد لله جميع مواقعنا الآن نعمل لتجهيزها وتأهيلها للزوار، خاصة بعد قرار فتح التأشيرة والفيزا الخارجية، ستشهد زيادة ملحوظة في الفترة القادمة إن شاء الله. الموقع لأهميته واتساع حجمه وندرة الوجود الرسوم الصخرية أو الفنون الصخرية انضم إلى قائمة التراث العالمي، في قائمة التراث العالمي في اليونسكو كأحد أهم وأكبر المواقع، إلى جانب موقع جبة تحت عنوان الفنون الصخرية في منطقة حائل، موقع جبة وشويمس. هذه لوحة جمل ويتوسطها الكتابة الثمودية أو يسمى الخط الشعبي. الموقع هذا موقع راطة تنتشر فيه نقوش الوعول بكثرة، وعمرها الافتراضي تقريبا 6000 سنة.